الحسنان عليهما السلام يرثان جدهما. أتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بابنيها الحسن والحسين عليهما السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شكواه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك فورثهما شيئا. فقال: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي.